شيك لو هلا تيستينج هلو اسمها ايزي ماني. حضرتك متجوز؟ ايوه فندم. عندك اولاد؟ الحمد لله عندي بنت ندى في ثالثه صيدله. ما شاء الله دي عروسه. الحمد لله. هو حضرتك دخلك الشهري حوالي قد ايه؟ موجود عند حضرتك في الطلب. فعلا؟ طب ايه رايك لو دخلك يزيد 600 دولار في الشهر؟ الحقيقه انا مش فاهم ده ايه علاقته بالقرض اللي انا جاي اقدمه يا استاذ صالح. محمد صالح يا استاذ صالح. لا هو في الواقع ملوش اي علاقه بالقرض ولا بالبنك، ده بزنس خاص بي انا. لا الحقيقه انا مش فاهم. افهم حضرتك، هو الموضوع عباره عن شجره. الشجره دي مكونه من فرع يمين وفرع شمال. المطلوب منك انك تجيب كل معارفك واصدقائك وزمايلك تحت الافرع دي. هتاخد على الفرد الواحد حوالي 50 دولار. وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي، كل ده بكام؟ بخمس. يا استاذ انا مش فاهم اي حاجه من حضرتك بتقوله ده ومش مهتم، فياريت بقى نركز ونرجع بقى لموضوع القرض اللي انا جاي اطلبه. ممكن تديني فرصه ثانيه اشرح لك بشكل ابسط شويه؟ اتفضل. مين اكتر اتنين بتثق فيهم في اصحابك؟ ايمن عبد العزيز رئيس مجلس. لا مش مهم، نقول ايمن على طول. ايمن. ها تاني؟ شريف. تمام. احنا لو تخيلنا ان هنجيب ايمن في الغصن اليمين وشريف في الغصن الشمال، عشان الشجره تكبر وتطرح هنجيب المدام بتاعت حضرتك تحت ايمن. ايه يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب خلاص بلاش، احنا نجيب المدام تحت شريف والابره الصغيره تحت ايمن. ندى بنتي؟ ايوه يا فندم. امال مش لازم تبقى مستقبلها؟ هو في حد دلوقتي بيشتغل بشهادته؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي ندى تحت شريف؟ طب خلاص بلاش، واضح ان حضرتك مش واثق من شريف. اقول لك على حاجه، خلي ندى شمال لوحدها وتعتمد هي على ايه؟ زمايلها في الجامعه. احنا قلنا المدام هتبقى تحت ايمن، تخيل بقى لو المدام جابت شريف تحت منها. انت متخيل المدام ما بين ايمن وشريف؟ يا سلام. ايمن يقوم سخنان وجايب اتنين من صحابه، تقوم المدام كمان سخنانه وجايبه اتنين من صحابها. تخيل حضرتك هتاخد كام على الواحد؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تخليك محترم شويه في كلامك يا فندي. ده يا جدع انت بتزعق كده ليه؟ مالك؟ انا مش فاهم، انا مش هتعامل مع البنك ده تاني. ان شاء الله يا اخي ما تعملش، انت تجد تستلف وتعمل قرض امس، تشطط علينا، يلا.
طيب انا همشي بقى. انا مش قادره اتصور اني هسيبك المده دي كلها لوحدك واسافر. ممكن خلاص بقى يا حبيبتي بليز لو سمحتي ما تعمليش في نفسك كده علشان خاطري. يا اموري مين اللي هيعمل لك كل يوم الصبح التوست بتاع السمن بتاعك؟ يا طبعا حاجه صعبه جدا بس تقلقيش عليا. تقلق على مين يا شحط؟ ما هو كل ده من دلعك المافي. وصلت للحاله اللي هو فيها دي. بس ابو النبي ما تضايق نفسك اهو، ما انا بقول لها ما تقلقيش عليا اهو. انت ازاي مش حاسس ان احنا هنسيبه 17 يوم لوحده؟ اه صحيح، مامي ممكن تجيبي لي التيشيرت اللي هو بتاع بايرن ميونخ اللي هو مش الاحمر اللي هو التاني بقى اللي بيلبسوه لما يجوا يلعبوا فريق بره ارضهم؟ لبسك عفريت انت وامك. يلا يلا. طيب عم سيد يعني بعد ما توصلهم المطار ما تنساش بقى ترجع لي علشان توديني البيت. يا سيد ترجع بالعربيه على المصنع على طول، تجاشها في الجراج جنب العربيات التانيه، والواد ده ملوش عربيات. يعني ايه يا بابا اتكلمت يا بابا؟ بابا انت بتعاقبني يا بابا ولا في السن ده؟ هو في حد في السن ده امه بتعمل له سندوتشات سلمون يروح بيها الشغل يا عيني؟ مامي الاغنيه اللي احنا بنحبها. اطلع بره. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه، يعني كلها ساعات يبقى بين ايدين ربنا. اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترميه علشان تنشف. انا مش فاهم يعني ترميه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي، وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترميه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم. هو ابوك مش هيبطل النتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل زبده كده. اسمع مني ابوك نتن. الله، صالح انا ابويا مش نتن، وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك محفل. الله صالح يا عم بهزر معاك ايه يا عمو؟ هوبا الحق الموز ده. الحق البطل ده. يا تفيق بتمسك نفسك مش كده هتفضحنا. مش تركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ هي راحت اه، بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفت؟ بتعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ اه تعالى نشوف البتاع دي. ايه ده انت ذكي قوي ده صالح، برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده، قرب اذن نفسك كده. طب اقول لك اقف على دي. بص صالح انت ازاي ذكي كده، انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي معلش صحيح. روح تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش ألاقيه بالمنظر ده، وكل مرة أقول له عيب يعني اتجوزوا يا أخي، اتجوزوا بس أنتوا عاملينه في خلق الله، ده مش منظر أبدا. نور يا أستاذ صالح بس بالهداوة، لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم جداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، أنت عارف يا صالح أنا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل إيه؟ إحنا 5 ساعات ولا 6 ساعات ونخلص، امسك فك فك. يا عم أنا أبويا لو عارف إن أنا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى أبوك، أبوك مسافر، فكنا بقى، امسك. انت متاكد انه خفيف؟ طيب جدا ملوخيه، انت طلعت بلاستيك يا عم مجداف. اه زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها انا هقدم على الخرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ سيبني اشرب شويه بس. استاذنك ممكن تطفى وتجيب كوبايه ميه من الثلاجه اللي ورا دي بعد اذنك؟ ميه؟ ما اجيب لك غدا يا اخويا احسن. بعدين يا صالح يا صالح انا كلمت في طعم الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. استاذ هو اللي يجيب لك ميه ويعني ايه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في ايه يا جماعه؟ اه ايه ده؟ معلش اصل انا البنطلون مبلول وانا ما بنشره بس عشان ينشف.
بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حراك ميه معايا هنا. وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أمور حضرتك عايز حاجه؟ عاوز حاجه؟ ده تالت مره بتسالني السؤال ده. معلش اسفين أمور. عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقولي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم امي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عمرو، بس يا عمرو حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه اه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا بنت. ما هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجيلي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجيلي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى؟ وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم، مش معنى في البنك. اه طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك ما هماش الكوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الهباب اللي انت هببته في البنك النهارده. ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غبي. تكذب ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرى يا سامي مالك بتتكلم عيد انت كمان؟ سامي؟ اه سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زئرو. عناية احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زئرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. انا يا احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو
انت فاكر ياد نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم ياد انت طالما النضارات ده من هنا امشي اتكلوا على الله، روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه، يلا انت قوموا من هنا. استنى ياد انت. ياد ابن سايب باطه صح؟ اه اقعد انا شايف فيك مشروع شبح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. حاضر. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زينه ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. يا راجل هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ هتودينا في ده؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجل شويه وعامله زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت اهو من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هاف هافي وخدينا للماضي وسحره الخفي؟ اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا فول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك الصبح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. ايه ده عمور، ايه ده؟ فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. اه زي ال 50000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده ايه يا عموره؟ ايه بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقه. حواراتي انا برضه. اقول لك العب. ادي الدرع لعمك عمرو، ادخل يلعب. يلا تعالى يا حماد العب. بس يلا تعالى هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدرعات كانت معلقه. صباح الفل يا بيه. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كاف كاف. بيت تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد اللي حصل؟ ده بجد ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي تدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الأرسنال. تفضل. أيوة يا أستاذ سامي، خير؟ أقول أنت كنت عاوزنا. لا أبداً مفيش. كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز أتفرج عليه لوحدي، فقلت أتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبة، هنا؟ أيوة هنا، وفي أي حتة أنا ما يهمنيش. انت يا انت مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شو يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله ده انا كنت بربط رباط الجزم. اه بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت بربط الفرده التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفسك الكاوتش. هو مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا لا ما تشرحش وما تبررش حاجه. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا اخدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. على بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش قلت لك هفعله؟ زي الاول. انت مرفول يا صالح. تضحك يا عم. مرفوض؟ طب وانا اترفدت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفدش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفد؟ فير على فكره انا ما فسدتش عجل، يعني كنت واقف جنبك بس.
استنى، ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي، اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات، لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتأسف على ايه ولا ايه؟ على ايه؟ ترفضني انا يا ولد يا حيوان؟ انا ترفضني يا ابني الكلب؟ اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. الحقوني الحقوني يا ابني، تعالى سكيورتي يا ابني الجزمة، تعالى تعالى يا صابونة يا وز، انت سيبك من سميك ايه في الجامعة يا صابونة يا وز. انا هرجع بقى لاستاذنا دي واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي نزلها على السيستم، حطيت فيها الواد مكتب بتاع الايه دي، فاكر؟ ارحمني ارحمني. نزيه بيه، نزيه بيه، ما استناه، ما استناه يا حسين، ما استناه. انا اترفد صابونه يرفدني؟ ماشي ايش صابون. تهدى بس، ما تطورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا، وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه، استحاله. انا جاني فيه شكاوى كتير قوي، انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها، لانها هي بقى لها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني خمس دقايق جد؟ خلاص ارفضوا. ما انا رفضته كده كده، انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد الناس اللي هتركبه محتاجين 9 ايام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز المتوصل بالاسم كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل، بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضح ولا جرسه ولا شوشره، دول 2 ساعة، يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا، اتاكد من داتها واقول لك. اسم الله يا فندم، اسم الله، الله اكبر. هات ايدك يا مرا، هات ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه الفل داون اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا واد؟ مصطفى الاغا ما بتاع مسابقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، بضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت اهبل وريالتك تملى طش. هو جلب وموز دوسه في منه في الثلاجه ولا خلص؟ والنبي ما في الثلاجه الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتك في ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟
يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن اكيد يوم واحد يجيب فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي الناطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته وتترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا حضرتك؟ خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. ازي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس؟ ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهوني؟ جرايه صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عصر. عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. الله. خلاص يا صالح. ايه ده؟ صلي على النبي يا صالح. صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صلي على النبي بس. عايز ضيف برضه. وطي. لا انا اتضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي. ارميها في الزباله. اهو اهو. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش. خش على الاوضه. اجري على الاوضه. اجري على الاوضه. يلا. انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حرامية يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وضيعة في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا اسرق بنك؟ لا 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 انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. بالراحة بالراحة، ده سوقي ده، اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة. هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكوا كده. أنا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس أنت اللي اخترتها يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا
اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ليه جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. ها صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص مغاوري. قلنا معاكم بقى خلاص خلاص عم زقره. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وتبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي تبلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بس خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي تبلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك بعدين هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي قول لي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعد عربي وهنا شوايه عشان ايه؟ هو اللي حلو ايه هو قاعد عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيت عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. يقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد منقفل ميه في حاله. هو عمرك ما عملكش حاجه؟ دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته وشكلها كده يعني في خطه حلوه. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا. زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تبقش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمله ايه يا اسطى بالميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هما بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه بقى. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه واحد ليه طاقه يعني. انا ادافع عنك اقول ايه؟ ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خديت ايه بس؟ اقعد. خلصت مش شرط. اقعد بقى وتعالى بقى ساكت بقى. حاضر يا عم حاضر حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله. انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبني ده زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بتلشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب انا قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البرشام لحس دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفني زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟
ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس انا بتاعي يلا. معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا، الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين، رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق، نص ساعه نوصل، ساعه زمن نخلص المسائل. استنى كده نبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نقضي سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح، مجرد اقتراح. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد عربيتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه، ابويا معاقدني وسحب كل العربيات حاططها في المصنع، مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامية جمال الفنانة. سامية جمال. انت يا ابني سامية جمال. يا ابن الرقاصة. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامية جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامية جمال الرقاصة. يا جماعة ابويا معجب بسامية جمال، يعني بيك فان لسامية جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان، والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا صعلوك؟ ليه عرفت العربية ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هواية بقى عشان يتصلح. خف ايدك خف ايدك شوية. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمة جاي يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة احنا رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي أمك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعة، أبويا لا. إيه ده؟ صالح هو أنت عرفت منين إن أمي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح أنت بتفتش في دولاب أمي؟ أنت اهبل يا عمرو، أنت اللي قايل لي إحنا بنلعب كورة. صالح إحنا كنا بنلعب كورة وإحنا في تانية ثانوي، أنت فاكرها من ساعتها؟ صالح أنت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجة دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحة يا تعمل إيه يا ابن إنسى؟ بالراحة. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكتين الكونتاج. خف ايدك يا ابوه. بيكسر التابلوه يا حبيبي. دي حاجه بامير. تكلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان انا حقين. صح. قول للغبي ده بالراحه بالراحه. دارت يا سيا راحة بالراحة. بس 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 استنى استنى، ده المكان. انت متأكد؟ ايوه طبعا متأكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دور العربية. ها احنا مش هتأخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب يا رب. يلا بحفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشه. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي بجد. اه والله هنشوف. خش معلم بدير. اصطبحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضه، والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيموم وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا حمك؟ خلاص يا عود، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم في الحاجات دي.
جدع نجم. ايه؟ مدينا بضاعه بايظه ولاد الكلب. بايظه ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوس؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي؟ ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئه بك. يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح، قتله قتله. ما تبطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، ما احنا من الخضه والهوجه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس؟ لا سلاح ولا فلوس؟ احمد ربنا احنا رجعنا سلام. اقول لك دي نفسين، دي نفسين عشان يروق كده. خد يا عماده. المخدرات دي صح؟ هات هات، ادوني مخدرات، ادوني حقن. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا، هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده. السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه، انا بقى مستني اسمعها دي. هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرى يا عمرو؟ انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم قوم الحوض يا اول. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص ايه ده بقى؟ خلاص مفيش كلام، بتعيط بقى خلاص. قلنا ايه؟ خلاص معلش. هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدانا مشوار نكمله للاخر. يا جماعه يعني لو فيها مشكله انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايب، يعني مش هياكلوا حقي. انت تخلص خالص يا ابني الجزمه، بقول كل اللي حصل ده بسببك. ده انت قاعد تشبه الراجل لغايه ما مات. خلاص، هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح. تيجي يا هوا ما تيجي، تيجي 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 نتعلم سوا. تيجي 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 يا هوا، تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طعم بيرة هنا في تالتة تاني، عايزها شقلاطة وزروطة. يلا بينا نهيس سموك منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك إيه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له إيه؟ تغيري له على الجرح. إنها الخطيئة، العامي ووريهم. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا الاسوار والخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك يا تهمد وتسكت، تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. اه معلم زعبوب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي، انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي حبيب قلبي. كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه مؤاخذه، آه عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامه؟ سلام سلام. زيرو زيرو، اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبيه على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأه دي؟ كانت منين في بقك ده؟ اوعى كده، خليك معايا يا مسجد معلمين. ثانيه واحده
ابو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في الماسوره الرئيسيه. منور يا صلوحه، منور يا حمامه. ثانك يو. نورك والله يا فندم المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فرده؟ ثلاث حتت بس كده. عفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي تلات فرافر. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استاذ فيفي، عرفيني بالمره على اصحابك. انت تامر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمه واحده ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. احب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفلة. صاحبك جريء قوي بس في فئه تفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيتش عندك قنابل. وايه العباره بالظبط؟ هو انت عايز ترسنت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت اوديت في منت. مالناش نصيب بقى نقابله. معلش استاذ شيبوب. معلش شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في تلات عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس اطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب. اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح. الشغل ادي لسلوحة. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عينيا. يلا. اه حلو بقى ده شكله. يلا كمر بقى كمر كمر. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبور، بكام الحته؟ بثمانيه، يعني الثلاثه ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود، الفلوس فين؟ نعم يا اخويا. لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرط والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت هنا ما فلوس. شوف جنبك. طب هنا احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمر ابن الناس طيبين وزيرو. يعني الناس دي هتاخد صوره مع زيرو الاسطوره. وبيبي، بيبي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه الماسكه دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ايه بس مخيل وزاره؟ ليك عين كمان؟ الواد اتبسط قوي. تمسك يا معلم عدوه. عيب، الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البت المستورده دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش فلادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله، ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع. انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسلم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. اطلعوا بره بيتي يا حوش.
خطوة تانية وفرقع لك لفوق فيفا. طب انت وفيفا يبقى انت اللي اخترت هذا بدون. سيبنا عيش سيبنا عيش سيبنا عيش. الصبح ليه في ايه؟ قاعد في الفيلا كده، ده انا ابويا هيجي يشقني نصين. ايه اللي حصل؟ يا نهار اسود، هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه خالص. يا نهار اسود، صالح قوم وضب معايا، قوم بسرعه، انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك بس بسرعه، وحياة ابوك قوم. انت صباحك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول المهم انت ما تزعلش. صباح ماله صباح يا صاحبي؟ انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال اروح لاول وقت. هو انت سايد عليا كده ليه؟ صباح كده هو اللي طار، انت بتقرج ليه؟ تعبان يا صالح تعبان. انا مش مصدق يا اخي ان انا مش هشوفه تاني. هو ايه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني. ده على اساس انك برص؟ انت متخلف ادي عمرو. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفوق العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح، هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف، هنتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا؟ صحيح. طب ما نعملها، ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن، نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى، نشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح؟ برضو نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ اكتب يا صالح. كربونات صوديوم، صوديوم حمض كبريتيك اللي هو ميه النار، ميه نار، باودر من الفاير ووركس، كور بينج بونج، والغالب على الارض بقى ولا ايه؟ لا الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر، معلش انا اسف. شمع، بطاريات، خل، بطاطس. لا ثانية واحدة بقى، شيبس ولا صوابع؟ هو انت كده بطريقة عمل الشكشوكة؟ بتترجم صح انت ولا انت معتوه ولا ايه؟ ما هي الترجمة كده، هي بتقول بالانجليزي بوتيتوس، هتبقى ايه؟ يمكن بالانجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا احنا هنا، ارنب يعني مليون، فاهم؟ اكيد بوتيتوس مش يعني ارنب. يا جماعة ما يمكن بوتيتوس دي يعني بطاس. مش بس خلاص انا اسف، كمل يا عمرو كمل. يا اخوانا انا حاسس ان الولية دي الشيخة خديجة المغربية بتاعت رد المطلقة وقلب الحبيب في ثلاث ساعات، والقنبلة دي لا هتفرقع ولا نيلة. صباحه أبيض. هتفرقع وهتشوف. بس كده انا شغلت التليفون، نروح ورا التبه ونتصل بالقنبله. يلا لا 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 استنى استنى، الست كانت بتقول ان في اخر حاجه بقى نحط بنزين. يا ابن اللذين يا دي عمرو، طب والله ليه لازمه اهو، تيجي عليك اوقات كده بتفكر جدع. زيرو البنزين بسرعه. يلا بنزين ايه؟
الازازه اللي فيها البنزين كانت على السفره عند عمرو، قلت لك خدها احنا خدها احنا خارجين. ده انا شربتها واحنا جايين في السكه. عم بيهزر بيهزر. ايه يا هزار مش وقت هزار يلا. والله العظيم شربتها واحنا جايين في السكه، هو ده كان بنزين؟ يعني انت يعني غبي وسكتنا، مفيش استطعام، ما بتدقش، ما عندكش حاسه شغاله؟ ما انا قلت دي صفة عاليه يعني وانت دماغك تقيله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقوش. ما تقلقش يعني هنعمل ايه يعني؟ انا هتصرف يا اخي. تتصرف هتعمل ايه؟ هترجع؟ يا اخي. بس يا ابني بهدلت الدنيا، بهدلت الدنيا. انت بتقول من ايه البنزين دول؟ من تنك البنزين بتاع العربيه. برضه ساعات كده بيبقى ايه شكلكم كده ايه لما بتقرب للجد بتفوقوا. بس كده ايه؟ كده تمام. يلا يلا يلا. تعمل ايه؟ بس هنا حلو قوي، هنا حلو قوي. استنى انت بتعمل ايه؟ حاطط القنبله عشان افجرها. طب تفجرها انت ليه؟ ما فجرهاش انا ليه؟ يا عمرو ما تكبر يا عمرو، هي لعبه يا حبيبي، انت عيل صغير. يا حبيبي مش عيال، ما انت اللي قافش فيها اهو. اه صحيح يا معلم، انت اللي قافش فيها صح. ما تديني انا افجرها طيب. انت هتزيد انت كمان، انا اديتك الموبايل هتبيعه. لا 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 انت يا ابني حبيبي اكبر، انت عيل صغير ولا ايه؟ اكبر. حبيبي العيل الصغير هو اللي بيشبط في الحاجه وانت شبطان اهو. هات لو سمحت يا صالح. ما تمدش ايدك عشان ما تقفش بجد. ها؟ دي. طب اقول لك على حاجه، نلعب كيلو باميه. ماشي يلا. انا موافق. كله باميه القطه العاميه راقد. فرحان فرحان يا صيا. عملناها رجالة. جدع انا صالح. عيب عليك. اوعى يا وحوش. على دماغك. تصلح يا معلم عادي على فكرة. ولا عم انت كويس؟ معلش يعني يا اخوانا، يعني انا عارف ان هو سؤال مش في وقته، يعني احنا هنروح ازاي من الحتة المقطوعة دي؟ ازيك يا خالتي؟ اهلا يا سعاد. والله العظيم ليكي وحشه قد الدنيا كلها. انا وماما بقى خلاص ما تزطيش فيها وتحسسيني الجايه تسلمي ولا تشقري. ليه هو انا مش عارفاك انت امك الواطيه؟ لا بتسالوا ولا بترفعوا سماعه التليفون الا وقت الجمعيه. لا والله العظيم يا خالتي، انت ما تعرفيش غلاوتك عندنا قد ايه. خلاص خلاص، عموما استني عليا يومين ثلاثه لحد ما صالح يقبض من الراوتر. راوتر؟ راوتر ايه ده اللي بيقبضوا منه؟ وانا هقول لك ايه، ما انت جاهله. ابني صالح ربنا كرمه وبيشتغل دلوقتي في بنك الانترنت وهيقبض من الراوتر في راس السنه الماليه. ده تلاقيه بيشتغلك يا خالتي وبيضحك عليك. ايه؟ ارجوكم مش عايز هزار. فك يا بنت بقى. لا يا عموره احنا حلوين قوي. بس صالح والنبي مش عايز هزار والنبي، كفايه يا جماعه اللي حصل في موضوع العربيه. وبعدين انتوا مش فاهمين، انا طول الليل بحلم بكوابيس. سامي يا جمال واقفه مع ابويا بيضحكوا ومعلقني من عرقوب رجلي بخطاف زي الخروف، فلو سمحتوا الموضوع مش محتمل اي تهريج. ايوه بيضحكوا، شفت؟ عارف ليه؟ عشان انا وديت العربيه امبارح عند الميكانيكي وقال لي انها هترجع زي العروسه.
بجد يا صالح وحياة ابوك العربيه ترجع زي ما كانت؟ والله قال لي هترجع زي الفل، بس هي محتاجه شويه تكاليف. يا عم تتكلف زي ما تتكلف، المهم ابويا يرجع يلاقي العربيه. ما تقلقش ابوك هيرجع يلاقي العربيه زي العروسه متجهزه في الجراج. فك يا بنت بقى، فك بقى. عمور يضحك منين؟ عمور يضحك منين؟ عمور يضحك منين؟ لا 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 بس الحمد لله الحمد لله. طب حس كده بقى يا جماعه، معلش خلوني اخد رايكم في حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عربية قلت الدابة وترجع زي الأول، ده العربية اتدشملت وبقت شاورما. خليك في حالك وحط صنك جوه بقك. ما هو يا تقول كلام في محله يا تقول حل يا حل. أنت مال أهلك؟ أنت مال أهلك؟ الواد مكتئب والعملية بكرة، قلت أقول له كلمتين عشان أفكه. المهم أنت مش كله تمام؟ لا لا أما تلقك. أنا قصدي لا كله تمام. معانا السلاح وبدل القنبلة اتنين، ناقص بس الشنط والماسكات هيجيبها لنا العيل الملزق ده. ايه رايكم في الطقم ده؟ حلو؟ اه كيوت جدا. ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، ده اللي هحضر بيه بكره السرقه ان شاء الله. طب هحط لك دقنك طويله كده ينفع؟ طب اروح على تعال تعال يا دهبل انت. دقيقه بس دقيقه. تعال هنا تعال. راحه. مش هلبس الهبل ده ورايحين بنك بكره. امال هنلبس ايه يا صالح؟ هلبس بدل. بدل ايه؟ بدل ايه؟ احنا رايحين نخطب. اهو. نلبس بدل وعليها ماسكات. بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا عشان هرجع لاخر مره على الخطه. انت هتروح الشغل بكره عادي. في الوقت ده انا وانت هنأجر العربيه ونفك من النمر. تطلع انت قبل خروج الموظفين بربع ساعه كده مستناك قدام البنك. هنستنى كلنا ومعانا الحاجه ونراقب الكاميرات. اول نور الكاميرا بيطفي يبقى السيستم وقع. ودي اشاره تاخدنا البنك. تمام يا رجاله؟ رجاله؟ Easy mama, you boop beep, boop beep, mom beep, boop beep, bossy boop beep. عمر عمر هات النضارة من جنبك. نضارة. لسه الكاميرات ما طفتش. بقول لكم يا عيال عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه ايه؟ احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي؟ ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زئر، جوانتي يا حبيبي بصوابع عشان البصمات. جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي جوانتي يا ابني؟ جوانتي عشان السرقه. ايوه ماله ماله ده؟ هو ايه اللي ماله ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. ما هدوك يا جوانتي. انا اسف. الله انت مش قلت لي هات جوانتي. خلاص ما تجعرش. جوانتي. خلاص ما تجعرش. انا اسف خلاص. يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده غبي. بص يا رجاله ما ينفعش نخش جوه ونندى بعض باسامينا. امال هنندى بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. ما احنا دخلنا جوه قلت لك يا عمر وانت قلت لي يا صالح. هنتفضح وهنتعرف. صح. طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا ونندى بعض بيها جوه. يعني مثلا انا اقول لك يا زئرو وانت تقول لي يا صالح ونقول لزئرو عمرو. ايه انت حمار يا ابني؟ ايه؟ بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس الاسامي اللي اتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه 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 صح. سوري 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 يا جدعان فكروا ما تدناش في داهيه. ابوس ايديكوا. خلاص. طب ايه هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا مدولي جوه اقول لي يا كريم. ها من دلك نقول لك ايه انت ايه؟ انا قولوا لي قولوا لي يا فادي. فادي؟ وحش؟ مش وحش اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن. لا ما احنا مش بنلاقي اسمه. طفل رضيع. اخلص هنقول لك يا سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص. ايه النقاش ده؟ يعني بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجمه من الهيافه دي واكبر للناس ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي انا بقى هحمد لك باسمك الحقيقي. صالح ما تهركش الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظ مرقص قدامك هقول لك اسمك الحقيقي. صالح. صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قولوا قولوا صالح تقول لي ايه؟ قول لي صالح. سناء. قلت له؟ وبس زقره رايح زقره جاي شبح. سناء. خلاص بقى. ما كنتش تعرف. ما خلاص بقى انا ما تزيدش يا. خلاص. خلاص يا عم قول لي يا مجد. ولا صالح امك.
عجبتك قوي؟ حلاوة عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم؟ يا متخلف، امك هناك اهي. يا نهار اسود. طب انت ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اكيد عرفت انها اترفدت توجعها عشان تتاكد. طب والعامل؟ العامل؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه تعرف الخبر تتصدم تروح، هنخش بعد ما تروح بقى. يا ابني الكلب يا فندم. يا اخي مش انت، منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ يا فندم، بس اموري انا النائب بتاعه هنا والقائم باعماله. اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ وانا كنت عايزه منك خدمه، كنت قلت لك. ما انا عارف، انا عايزه الاستاذ نزيه. مدام رشا، مش ممكن عرفتك من البرفيوم بتاعك. ايه النور ده؟ ازاي حضرتك يا مستر نزيه؟ بخير طول ما انت بخير. هو انتوا قفلتوا ولا ايه؟ ولو قفلنا نفتح تاني عشان خاطر حضرتك. سامي. ايوه مستر نزيه، ازيك يا مدام رشا؟ الحمد لله. شوف مدام رشا عاوزه ايه. انا هروح الحمام ثواني وارجع على طول. استاذ نزيه، المهندسين بداوا الشغل في السيستم وعايزين نفضي البنك. يعني السيستم دلوقتي واقع. مدام رشا، هنستاذنك بس لمده ساعه تقعديها معانا لحد السيستم لما يرجع. ده من حسن حظي يا مستر نزيه. شوف مدام رشا تشرب ايه. نعم. شوف مدام رشا تشرب ايه. طيب مدام رشا استريحي على ما اشوف لك حد من البوفيه تشربي ايه. عاوزه نسكافيه بلاك من غير سكر بليز. بلاك. انت عم اسمك ايه؟ انت تعالى تحت امرك يا سامي بيه. سيب باب الاي تي ام مفتوح، واقفل باب البنك الداخلي، مش عاوز حد يخش، فاهم؟ حاضر، بس اذنك ادخل المكنه جوه عشان ما تتسرقش. مكنه ايه؟ الموتوسيكل بتاعي. شوف هتعمل ايه وتصرف. يلا يلا بسرعه يلا. حاضر يا سامي بيه. الكاميرات طفت. طب يلا بقى الحاجه. الحاجه شكلها مش خارجه من البنك دلوقتي. طب وبعدين يا صالح ما بداوا يشتغلوا في السيستم، يعني قدامهم ساعه بالكتير. يا يعني نخش دلوقتي يا اما نلغي العمليه. لا، عمليه ايه تتلغي؟ اقول لكم احنا نتكل على الله ونخش. ماما كده كده مش هتعرفنا، مش احنا لابسين مسكات. انت حطيت شروط المسكات فين؟ ورا في شنطه العربيه. حلو، يبقى يلا بينا يا رجاله. ولا ايه ده؟ مش حلوين؟ Easy my mind, boop, beep, boop, beep, mom, beep, boop, beep. صالح بس صالح بس. صالح ايه يا اخي؟ اوعى. عايز ايه؟ بقول لكم ايه، مش عاوز حد يفتح بقه، كله يقعد مكانه. استني انت حاجه، استني حاجه، كله يسلي نفسه. اقعدي اقعدي اتفضلي. انت عايز منين ايه؟ انا مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت. انت ماسك في الدنيا كده ليه؟ انت حد كلمك؟ مكانك هنا. بقول لكم ايه، اليوم همشي زي الفل لو سمعتوا الكلام، ومحدش يكون فكر يضايقني، عشان اللي هيضايقني هزعله. سامح يا سامح يا سامح، انت يا عم الضفدع انت. ايه؟ خد لي موبايلات الناس. اسجلهم في ورقه ولا سايبهم على الموبايل؟ فوق معايا، بلاش غباوه. تعالى خد الشنطه القماش من الشنطه الكبيره، خدها وتلملي عدد الناس الموبايلات. معلش انا متوتر جدا، متوتر جدا. معلش معلش. ها مجدي، ما
عبد ايه؟ تثبتي بقى يا بنتي يخرب بيت حلاوتك. اخ ده اللي ربى بتاع مربى. انت يا زفت يا نجم؟ ده مؤاخذه يا نجم، اصل لابس بتاع ملابس. ابوس ايدك ركز معايا ما تودناش في داهيه. حاضر يا نجم. فين مدير البنك؟ ايه يا صالح؟ مكتب استاذ نزيه فوق يا ابني، انت نسيت. بس خلاص غباوه. بس استاذ نزيه دخل الحمام. بس انا نائب المدير، لو عاوز اي حاجه انا بحل محله. اتفضل يا عمر انا موجود. انت حد وجه لك كلام؟ حد وجه لك كلام؟ انا هحط اشوف فين مدير البنك. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي. نمشي ايه يا ابني؟ انا جايبك كاين وشوف تفهم. بقول لك ركز معايا، الله يبارك لك. ها خليك هنا وانشف. الناس دي لو حست ان احنا هفقات هياكلونا. ماشي هياكلونا. ركز وانشف، خد نفس وزعق فيهم. انشف. حاضر هنظم نفسي. نظم نفسك يلا. هنظم نفسي. بالظبط. طيب بصوا بقى علشان نبقى واضحين. ماشي. لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا، ما يغركيش ماسك السمكه ده، ده تحتيه قرش. وقف عندك يا ماما. انت مين وعاوز ايه؟ ابوس ايدك ما تقتليش في الكبانيه. حاضر هستناك لما تخلص، بس هات الموبايل. اديني فرصه اخلص لما محصول الفراوله. بقولك هات الموبايل، انت بتهزر؟ خلص بسرعه. مش عارف اقف. اقف هنا، اقف عندك هنا. في يا رجاله الراجل بتاع العن بيضرب علينا نار من الجهه دي. نفسيه بقى مش بوري له الجهه. طب بقول لك ايه، روح انت امن الراهين في الاوضه دي وتعالى بسرعه. يلا بجد خد دي. يلا يا اخويا يلا رهاين. عمرو امني ظهر انت. ها عمرو عمرو ايه يا ابني انت كده ليه؟ انا صالح يا ايه؟ انا صالح يا، انا مالك؟ انا مش سامع حاجه خالص، مش سامع حاجه بسبب الحيوان صاحبك. جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودني لحد ما اترش. انا اترشت يا صالح. مش عملت ايه في الواد ده؟ عيل طارق. خدي. انا اقول لك، انا هغطي ظهرك وانت تهجم عليه. جاهز؟ مش فايق. اثبت مكانك، اثبت مكانك. ايه ده؟ شفت بيعمل ازاي؟ هنعمل ايه في الراجل العنكبوت ده؟ هنصطاده ازاي؟ مش عارف. هقول لك تعالى معانا نطلع له، وانت خليك انت هنا. ايه؟ انت خليك هنا انت. انا مش سامع حاجه خالص يا صالح. كريم اسمي كريم. ايه كريم؟ هقول لك انت خليك هنا، انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجي لك. ماشي؟ ماشي. يلا. يلا. ماشي. تخبى في أني جحر ابن الكلب. خش جوه يا أم، خش جوه يا ماما. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ احمي ظهري. ايه؟ ايه؟ هنعمل ايه؟ خش انت من هنا. وانت هتعمل ايه؟ انا هستنى هنا. نعم يا اخويا؟ انا هخش من ناحية تانية. يلا يلا. ماشي. طالع طالع طالع. Thank you.
خيره. هو اكيد دخل استخبى هنا. بص انا هقفل الباب ده عشان ما الاقيش مخرج يخرج منه. طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب يموت موتة ربنا. هو فار ثم ايه؟ راجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه معلم زيرو؟ قد جدنا مين يابا؟ ده المعلم رسدان ده فاتحك في المكتب. على فكره كنت قاصد بس انا قلت باين معايا يعني عشان راجل كبير. يلا يلا وحمي ظهرك يلا. ولا زيرو زيرو الحالي اسكت يا صالح راسه عندي ايه؟ اوعى تعمل حاجه يا ابن العبيطه هفتحك لو ضربت بالنار. مش هتلحق يا ابن الكلب يعني عارف انك هتموتني. دواء عندي ده ما اخده يا صاحبي. كتم بقى. شوفوا بقى بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجه او يتحرك من مكانه او يقل عقله ويبلغ البوليس انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط. دي مغامره ممكن توديكم في 60 داهيه. خاف على نفسك يا اخويا. اقعد بس استني الكلام. اللي هيفتح بقه من غير ما اذن له او يعمل حاجه تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسه انا ما قلتش حاجه. الله. طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. ولا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه. بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب والسكر يالا عليكي تاني و... حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت انا عندي مشكله. اموري اصلا انا عيانه وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا اصله حقنه ولازم حد يدهاني. في العضل؟ ايوه. انا كنت شغال في صحه باب الشعريه. اشتري مني انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا؟ والله يلا يا ابني يلا. يلا. عمرو ايه الاخبار يا عمرو؟ عمرو صالح علي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. شش طب اتفضل وطي صوتك وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه. سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي. كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت. عربيه ابويا راحت. اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمور اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا. انا هموت هنا. لا يا حبيبي. انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ هنجي رحله يا حبيبي. خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده. قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقولي علي صوتك؟ انا اتطرشت نهائي. لا لا انا اتطرشت الاول كنت بسمع تشرش دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب من غير يا جدعان ما تمشيش يا جدعان يا جدعان ما تمشيش يا جدعان احنا فين يا عم يا عم عمرو بقى مش وقت اسمك هذا انت مكانك فين بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك
مين حضراتكم؟ بصرة، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زبلة يا ابني، خلاص بقول لك حرامية. ايه مالكش دعوة بيا، اسمع شاطر انت وهو اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزة؟ يا ابني اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي ياض السلاح اللي جنبك ده ياه. ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ بوه. غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك، الناس اللي فوق عارفانا، ولو عارف انك كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايز نعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه؟ طيب كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنقلب نمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني؟ هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر، اديهم فرصه تانية. تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هم بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها، سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه، احنا اتفقنا دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اقص عليك يا زمن، ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه؟ يا بابا. مش سامع. يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا، بس برضه ما مفيش. بس خلص الكلام، هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله. هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني، جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبع الله. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه، اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم، الكلام ده لا مؤاخذه، لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاوروا وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول، الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع اهم من الرهاين اللي فوق معايا اكسب. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك في مكانه. يا جماعة انا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ما دي برضه نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله، هنزعله قوي. برضه مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم
فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالأخص يعني. طب إيه؟ أنا كده ماليش دور، أستأذنك أنا؟ لو سمحت. أيوة. أنا عندي مشكلة تاني. أصلا أنا عيانة وباخد دواء، ولو ما خدتوش أنا ممكن أروح فيها. يا نهار أبيض. خف في إيدك يا صالح. شفت؟ أدي آخر فتحة صدرك يا شبع. لعلمك بقى، أنا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت أعرف أحط رجل على الأرض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام. لولا الفردتين اللي أنت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب أنا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ أنت بقى طلعت خلاصة ومش خلاصة وسلاح من غير رصاصة. طبعًا أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وأنت سامعنا أصلًا. طيب إحنا بقى نتصرف في الحوسة. وطي صوتك، وطي صوتك. إحنا نتصرف في الحوسة اللي إحنا فيها دي إزاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا، وكفايه جدا اللي حصل. نمشي نمشي فين يا خنت وهو؟ يلا يلا عشان شريك الصرافه نقلب عيشنا، احنا ميه تخلي الزير. يلا ماشي. قلت لهم كل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ حريص مدبلي بتعمل هتفضح لمين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها معاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسينا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي، هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكت. ولد شوكت ده في البيت، اسف، انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا السامع. بابا وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام، انا بعشق النجاة الصغيرة. انت تعرفي ان النجاة الصغيرة تبقى اخت سعاد الصغيرة، اخت سعاد حسني؟ طبعا عارفة. بجد؟ طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورقه فيهم ب 20. بلاش برطمه. اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58732. حلو، معاها 62066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك. انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده، علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد، لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حال لما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنة نفجرها. We'll be right back.
عامل حصلني بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. شت. يا نهار اسود، قنبله فرقت وذاكره زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم هناك عايز ايه؟ المكنه دي تخصني. يا اخي اروح المكنه بقى. وانا ايه صوت الفرقعه دي؟ روحي احنا مالناش دعوه. ها ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف فلوس بيقع، تقريبا في حد نسي حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مسار الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش ايه اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتوا احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبله، كفرنا يا احنا اللي موت ولا اكتر. شنو الله ادخل يا ابني تهو. يلا بالراحه يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيم. يا بعينك كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما؟ انا مش مرفوض ولا حاجه. انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين؟ انا نجم. احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا. ابني حرامي؟ لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليك وفشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع قرض يعني، وفي الاخر كنت هصدل عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه، وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ يا ماما محتاج. تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما تثبتش في البنك. لا انا ما تثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني. انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك. أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني؟ أنا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اترش. انا اترش ممكن نسيه. اوعى. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجه. يا حاجه ايوه يا حاجه. يا صالح يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت يا وليه. يا وليه انت مش شايف يا عم؟ يا وليه صالح يا صالح يا صالح. بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا انجز افتح الخزنه، البوليس زمان وجاي. يا نهار اسود
البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. نهار اسود يا نهار اسود. انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني هو ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل والمزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك. ثانية بثانية. لا ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. لا الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، بشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ النهار اسود. تلات دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير تلات دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالى معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك ومحطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. قدامي كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي، بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا انت والناس اللي معاك، اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرملكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجة كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا؟ انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه، اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقتحم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل، يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايتنا ايه نعمله؟ ما اعرفش، انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجة. احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت هو اطلع امنوا لي الباب. يلا وسمرت. يلا يا راي. والنجم معايا دوب. ايه دول؟ طب دول هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي حالا. ايوه ماشي، يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاد يلا، تروح فين؟ هتيجي معانا. تيجي معانا فين؟ احنا رايحين لعناطر. حلو ده، روشة تيجي معانا لقناطر؟ بقولك ايه يا عم الحاج، انا على اخري، محدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي، انت يا ابني انت وهو، يلا خد الشنط وسبقوني على بره.
يلا اسرع. انت يا ابني يا ابني يا ابني واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب اكسب اكسب. انت اكسب؟ تأكد؟ ايه لا ماسك؟ ايه لا الماسك؟ كمان شوية؟ هلا صالح يا كذاب يا كذاب. ودع ماما بقى. عمليات عمليات في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم. انتظار اوامر سيادتك. اضربه وانت زي الشح. تاني يا ماما. صالح سيب اللي في ايدك. صالح تعالى شبيك لي. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ شليت بقيت اطرش ومشلول. صالح يا سيع. مفصل انت بتقول ايه بقى؟ انت محتاجني؟ ارجع يا عويطة. صالح صالح يا عم المصدحك انت اهو. ارمي سلاحك ولا حفرتك للدماغ. ارمي. انت كويسه يا ماما؟ انا تمام يا حبيبي. عمرو امن على الفلوس. حاضر. زيرو. لا لا زيرو الحمد لله مات. احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهاين وامنهم. ها وانا هطلع بره للبوليس واقول لهم اني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا طنط هاتي ايدك. عايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. سامي؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معايا عصابه في البنك بقى.
سيبه يا صالح بدل ما اذيها. تأذي مين؟ بقولك ايه؟ لو لمستها هقتلكوا كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي، مفيش حاجه باقي عليها. ما تخافش يا صالح، سيبه وسيب الفلوس وانا هسيبها لك. وانا ايه اللي يضمن لي؟ زي ما انت ما عندكش حاجه خايف عليها، انا كان ما بقاش عندي حاجه خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا، وهابي اند للجميع. محمد شنطة الفلوس دي بسرعة، حامد مش نوم بقى بابا، كفاية نوم كده. براوة يا سامي بيه، براوة. وانا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روشة. ايه ده؟ ايه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافه اللي انتوا امرتونا ان احنا ناخدهم، عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعه في شنطه. حالا. فكه برضه تنفع في الركنه، ها؟ منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. الدم لا. امال ايه، يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه، يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيه. لا مش هينفع يا مدير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقولك ايه يا باشا، انت سيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه هفجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله ارجع ورا. قدامي قدامي ورا. اشرف خليك هنا امن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ اه بس ما تقلقش انا عامل حسابي. الحمد لله. براوة عليك يا منير، تربيتي. انا تربيت اصلا. الموبايل، الموبايل فين؟ مش معايا ولا معايا ولا مش معايا. الموبايل فين؟ الموبايل فين؟ الموبايل فين؟ جيب اللي ورا. طب وفيها ايه؟ ما بتلفش. انا ما قدرتش. في حاجه؟ لا لا مش حاجه. ايه ايه اخلص. الله الله. ايه اللي حصل؟ اللي جاله جاله. حضرتك انا بشبع على حضرتك، العينين دي انا شفتها قبل كده. هو حضرتك كنت في مدرسه جوزيت؟ انا بيتهيألي ان احنا كنا في نفس المدرسه مع بعض. فكوني يلا عشان نلحق نشوف الفلوس. اتفضل يا سيدي. الفلوس اتخلص. عملت ايه في رصيدي؟ بتتكلم. انا كنت عايز اصارحكم من زمان على الموضوع. اخلص. اصل امي احتاجت رصيد، صدعت لها. خبل ابو شكلك. دول 5 مليون. مظبوط. دول 5 كمان. وادي كده 5. امال دي فيها ايه؟ اللي قول لي كده يا بلدينا، هي الساعة تجي لك كام دلوقتي؟ تسأل يا ابني عن الساعة ليه؟ ما الساعة دلوقتي ساعة بايظة. اه بايظة. ايوه فهمت، الساعة بايظة. اه الساعة بايظة. الساعة اضرب 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 اضرب
ده بين فين التليفون؟ يحرقك اللي انت شفته ده ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا نزيه بيه. الله يسلمك يا حضرة الضابط. احنا قبضنا على كل المتهمين في قضية سرقة البنك، وعاوزين حضرتك ومجموعة من الرهائن تيجوا معانا القسم عشان نقفل المحضر. هما الأساتذة كانوا معاكم؟ أيوه، عمرو وصالح موظفين عندنا في البنك. طب اتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر. اسم ايه يا حضرة الضابط؟ لا لا، صالح ابني بريء. دول اصلهم كانوا عايزين الفلوس على هو مين ده اللي بريء؟ هو فين ابنها؟ مش عارف حضرتك، انا اول مره اشوفها. ما تشغلش بالك يا حضره الضابط، دي امور عائليه. اتفضل معايا في الاسم بهدوء وبدون شوشره، انا هفهمك كل حاجه. اتفضل. اتفضل. يما انت عملت ايه ده؟ كنت هتوديني في داهيه. انا اللي هوديك في داهيه ولا انتوا كنتوا هتودوا نفسكم في داهيه وتضيعوا مستقبلكم؟ خلاص بقى يا حاجه، الحمد لله رب العالمين، ربنا عدها على خير. بصراحه كده يا زقرو كتر خيرك في اللي انت عملته معايا يا ابني. انا ما عملتش غير الواجب يا حاجه، انت في مقام امي برضه. يا نهارك اسود، انت بتقارني بامك بتاعت الفجر؟ الله يوعدك. انا شبه امك بتاعت الفجر؟ الله فيها حق، كانت بتبيع البانجو جوه الفجر. بس عيب يا ماما، عيب يا ماما. يا حضرتك لا بتقول ايه؟ اقتلها الولاد دي، حتى في البانجو. بس بص يا ست، حلي مشكلة، بالبطاطس عامل قنبلة، شوت فانيلا دلدل السفارة يوم رياضي. هي جت كده، خد على هنا في الدرة، هديك مادة مخدرة، مش هتمشي لا كده ولا كده، تعالى هنا واكسر البندرة، قطع وزن كمرها، فتح مخك دورها، واحرق بنزين في الليموزين على سكة حمرا وكاميرا فلاش فلاش، نقط بالكاش كباريه كله أو باش. واسمها ايزي ماني، ايزي ماني، ايزي ماني، انت هنا بقى طعمها هاني. واسمها ايزي ماني، اسمها ايزي ماني، ايزي ماني، ايزي ماني، انت هنا بقى طعمها هاني. اسمها ايزي ماني، ايزي ماني، ايزي ماني، انت هنا بقى طعمها هاني. فهلاوي للعب صهر غاوي، من زورو كوتشينا وبنك الحظ مفيش قهاوي، داويت بنك الحظ من زمان، ولما كبر تطور بان بليالا في الرولات، مبروك عليك كسب، لما الدنيا بتبقى ايزي ماني والحياة بسكوت وهاني، بقيت فريسة لأي ست. السلام عليكم حبايبنا، فلوسنا حضرة وريكو ما جايبنا، الدنيا خضرة دايما هتجدنا، طب انا كده هحتاج تاني ايه؟ هصل هصل اني يبيع يشتري فطر وكافيار جنبه بلاديميري. ايزي ماني يعني كيفك في جيبك دايما تمام، وتجيلك النسوان ان جت انسة او مدام. المشكلة لو جالك ايزي ماني وانت هاوي، فارمل عند البنك بدل ما ترجع في بلاوي. هي الولا واقف وسط اللمة، مش شايف حاجة بالغمامة، دخلت له دخلت مصلحة تمة، يلبس يلبس عشان خارجين. رايحين على فين؟ المفروض نكون دلوقتي في مركب شراعية، لكن عندنا مشاكل إنتاجية. ارجع سوزي صبينا لولي وحبيبة أختي زينة، ومريم مستنية شنطة جوتشي، وبتمارينا لولو قاعدة مستنية المصاي عشان حزينة. فدية المحفظة، فدية المحفظة، فدية المحفظة، قولي ماذا هذا؟ فدية المحفظة، طب قولي لماذا؟ فدية المحفظة، ألعب في البزازة، فدية المحفظة، خد ست البزازة، فدية المحفظة. خلاص بقى يلا ارقص ارقص وخلاص. Easy money, 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 easy
اسمها ايزي ماني. شكله هلا تيستينج هلو. اسمها ايزي ماني.